24 25 سنه تقريبا هلا بالحرفه، وحبينا نشتغل هذا الشيء. الشيء اللي بنعرفه نقدمه للناس بطريقه زوينه، بطريقه فيها احترافيه، لانه الشوكولا بالنهايه شيء بيسمع بالفن والابداع. العين بتاكل طبعا قبل كل شيء، ما فيك انت تقدم شيء اذا ما طالع من القلب او حاطط كل خبرتك فيه. وحبينا بعد ما شفنا السوق المغربي سوق حلو بشجع على الاستثمار، حبينا نقدم شيء يكون بيعبر عنا نحن كسوريين. حاولنا طبعا نجمع شيء بين الشيء من الشرق وشيء يناسب الذوق المغربي، لانه صعب تقدم شيء كيف ما كان ضروري تقدم شيء مميز عشان شيء يعجبه. أنا الأسعار كلها سعر واحد، لأنه نحن أوريدي الشوكولا كتجي من المواد الخام كلها بلجيكية، نحن كنديروا غير الحشوات عنا وكنزيدوا الأمبالاج، وتقريبا السعر كله بيبدأ من 760 من غير الإدراجي، من غير النوغا. هني عندهم سعر تاني مختلف، عنا النوغا سبيسيال اللي كان صنعوها نحن خاصة بالمحل ديالنا، وكان تبدا النوغا ب 450 درهم السعر ديالها، هي سعر واحد، والشوكولا 760. عاد كان نقدمها بطريقه احترافيه، بطريقه فنيه، بنحاول نعمل كوبات ترضي جميع الاذواق، ونعمل شيء جديد. عملنا كادو مشان البيبيات، مشان اذا واحد مشان الزياده مشان الخطبه يدي معه شيء كادو بالشوكولا، يكون شيء مميز، شيء بليق فينا وبليق فيه ويعجب الكليان بالنهاية. نحن اللي بده اياه عم نحاول نعمل شيء يرضي مشان نكون على نفس التفكير. يعني اكيد نحن يلا بدينا هون جوسي منات، هلا من بعد اكيد من نضرب واحد مدة هنا غادي نكون عندنا استثمار تاني بالرباط ان شاء الله، ومن بعد نمشي لطنجة، نمشي لمراكز حسب الأسواق، وين ممكن نحله، وين ممكن يحقق لنا استثمار يفيدنا لحنا، والبلاصة اللي خاصة بلاصة اللي نحط فيها محل شوكولا زعما، ويكون ما يكونش منافسين بالزاف تما، او البلاصة يعني اللي غادي تحلها. طبعا كله هذا خصو دراسة اول شيء، تنشوف الدنيا كي دايرة هنا، عاد نزيدوا تما ان شاء الله. نشكر جميع المغاربة، الأخوة المغاربة اللي ما حسينا بالغربة أبدا، نحن بالمغرب الحبيب. وتحية إجلال كبيرة لجلالة الملك محمد السادس نصر الله.